انهاء الاتمام للتسجيل السابق عن الجيش وينه؟ فالجيش وينه؟ الجيش في النهايه الحاقا زي ما قلنا الفكره الاساسيه انه اصلا في الاسلام ما في جيش، في استنفار، اصلا ما كان عنده جيش محدد بيمشي، ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. وانه قلنا لما الدوله اتوسعت وكده بيقوا في ناس بيسدوا في الصقور دي بدون مرتب لانه رضا يقعد في الخلدات. لكن لما تحصل حرابه او يكونوا دارين حبي استنفار مستمر لم يتوقف استنفار المسلمين للجهاد اصلا اطلاقا في جهاد الطلب كله كله، اي حرب واي دفع جاء الناس بيستعينوا ببعض، حتى في اضعف وقتهم في الاندلس في الطوائف كانوا بيستعينوا، الطوائف دي بيستعينوا ببعض يعني في النهايه، رغم انه في طوائف باعوا الناس زي ما هسه في ناس في الجزيره باعوا اهلهم. عشان كده الاندلس سقطت، لكن في النهايه الناس بيطلبوا بيستنفروا الجيش، يا جماعه ماشي يفتح شمال افريقيا، الجيش ده ماشي يفتح القسطنطينيه، الجيش ده ماشي يفتح فارس، الناس يجوا استنفار مستمر. ليه؟ لانه التكليف فردي. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. الله كذاب، الله حلف بالواو واللام واكد بالنون. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الرسول يدقت شقه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله المجاهدين منكم والصابرين ويعلم الصابرين؟ خلاص الله حلف ما ترك قوم الجهاد إلا أذله، من لم يلقى خلاص الله. الرسول كذاب؟ يعني لو أنت لحد ما مت الله ما ابتلاك بالجهاد يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام كذاب؟ يعني ما هو الله ما مطلع رسوله كذاب، ما ترك قوم الجهاد إلا أذله، من لم يغزو لم يحدث نفسه في الغزو. في الجهاد فريضة شخصية، الجيش بيرفع عنك فرض الكفايه، خلاص جه خفاف عند الفزع، عنده طريقه في القتال، ما تقول لي الجيش وين؟ الجيوش دي بتتدرب للقتال، القتال ده زي الكوره، الكوره دي ما فيها هجوم ودفاع، الزول جاب جون ممكن يرجع ورا ويقعد يدافع لحد ما الكوره تنتهي عشان الجون ده خلاص بالنسبه للهدف. الجيش كده، الحرب دي فيها التقدم والهجوم والدفاع والانسحاب، ده بيدربون تدريب كده. يهجم 200 ينسحب 200 بيعرف عشان يحافظ على حياته عشان يستمر في القتال. انا بحافظ على جندي، انا بعد بنسحب 200 وبجي 200. انت الحكايه دي بتحددها بحاجات كثيره جدا، بعددك كم، بس بيت شنو، طبيعه الارض، طبيعه العدو. انا في النهايه خالد الوليد انسحب بجيش، الجيش 3000 وجيش الروم 200000، استشهد ابو زيد واستشهد جعفر واستشهد ابن رواحه. في النهايه خالد ما قاعد استمر في القتال، دي حماقه بتتبع. سحبهم قالوا ليه انتم والفرار؟ قال بل نحن القرار. انت الليله الجاي ده يقول لك ما بيرتكز ليه وما جا ليه؟ افرض انسحب عادينا انسحب الواحد ده، مش لانه هو ما داير يرتكز، العدو تكاتر عليه وهو الناس شويه انسحبوا عشان يحافظوا عشان يجوا هاجمين ثاني. هسه الدعامه دي مبموطه بالالاف، يجوا موجه وموجه وموجه وموجه، بتقول لهم انسحبتوا ليه؟ ما احنا برضه الجيش عنده كده، عشان انا لو ما بحافظ على الناس دي ما قعدت الحرب دي هسه وما كملت العدو. الجيش ما بخش الشعب عشان ينسحب منها ويجي يقول لك خليتنا ليه؟ لكن المواطن اي حته اي حرب المواطن ما وقف مع الجيش بقى له حاضنه ما بينتصر. الدعم السريع انتشر في الجزيره وانتشر في سنجه وانتشر في سنار وانتشر في كردفان لانه الناس قابلينه، دي الحقيقه، لانه في ناس كتار جدا متعاونينه في وقاعدين معاه وقابلينه متعايشين معاه قابلينه، عشان كده هو حزب امان والبقله ده بينزلوا بيدقوا. لكن لما تتغير الحاضنه دي، يعني اقول لك كيكل مهما يكون، انا ما اتكلم عن كيكل، لكن الناس كانوا متعاونين معاها سبقوا هدف للدعامه، خلاص العدو فقد، بقى ما عنده ثقه في اي زول في الناس دي اللي كانوا متعاونين من اهالي المناطق دي، بقى بيستهدفهم هون ذاتهم ما حيود. الحاضنه لو ما بقت مع الجيش، الجيش ما بينتصر، يعني هسه الحاضنه في الجزيره دي لو غيرت 100% من الجيش، طوالي لو جات فصيله بتاع الجيش الحله كلها بتقيف معاها، يعني ما في خيانه. الحله لما تقيف معاها العين كوريك بيمشي يفتح لي جدول بيكسر ترعه، الناس بيقاتلوا بعيش، النسوان بيقاتلوا لانه جاهزه لك الا الناس. ما في كلام، صفيه طلع نزلت من الحصن قطعت، ده ما جهاد بتاع طلع طلع دفع. فانت لازم الناس يفهموا، ما في حاجه اسمه الجيش داير ينسحب ولا ما داير، الجيش ما داير ينسحب، داير يقاتل. لكن بيبقى في هلكه، انا حستفيد شنو لما الفصيله الخشه دي هجموها لواء؟ لكن الجيش استفاد الحديد اللي احنا ما لاقين ومال الشعب ده بالقروش وحاصرنا في البحر وفي اي حته. يبقى لازم المواطنين يقفوا مع الجيش، ولازم الناس يفزعوا بعض زي ما هم بيفزعوا بعض، الحلال دي تكتر على الناس اكتروا، والحاضنه دي تتغير تماما. اي حله قاعدين فيها الدعامه عرفوا انه الناس ابوهم، الناس ابوهم. بعد لو الجيش دخلت مجموعه بتاع العمل الخاص جماعه بس 12 نفر، الحله كلها اشتغلت معاه، هم في اضعف حالاتهم، هم في اضعف حالاتهم مصيبوا من الرعب والخوف، لانه بيقوموا ما بيثقوا في اي زول.
ولذلك هايجين ده اي حله ركزت ما بجوا ما بجوا لانهم بيخافوا خايف من الموت اربع تحريك لها حربتين وثلاثه خلاص ما بيجي. فتغيير الحاضنه مش تقول الجيش وين الناس كلها لازم تكاتل مع الجيش ده فرض عين عليك انت تبري ذمتك عشان تجاوب والله يوم القيامه كلكم هتيجي يوم القيامه بفرتع. لما يقول لك انا كتبت عليك القتال الزول ده جاك في البيت ودقفت عن نفسك ليه تجاوب تقول شنو؟ بيقول لك انا مش كلمتك مش كلمتك ما بتخش الجنه دي الا عارف المجاهد من هو الصابر في القران مش كلمتك حتى ما لبلونكم حتى انا عن المجاهدين منكم الصابرين قبل اخباركم هم حسبتم ان تدخل الجنه مش كلمتك انا مش الرسول صلى الله عليه وسلم كلمك قال لك يا اخي ما ترك القوم الجهاد الا ذله وما وضعوا في حفر دائم الا ذله. ليه الناس يا اخي يجون الفزع من اخر الدنيا انتم ما دام تفزعوا بعض هسه لو كله خمسه سته قرى وقفوا مع بعض كتروا ضربوا روراي الناس كلها ربا ان شاء الله بجلاليب جو افراد بهمش مدائن تمام ما ممكن تقبل العدو تقبل العدو تقول الجيش وين الجيش خلاصه الموضوع دارين الجيش الناس يمشوا يتعسكروا العدو جايب الزود ده هسه لما ينتهي ما بيقنع مفلس هناك وروحه طالع المستعمر الزمان ده حيضطر يجي بيروحه انتوا جاهزين؟ اول حاجه في السنه ونص دي التجنيد كان في القوات المسلحه ما في ناس ما بيمشوا معسكرات الجيش بيعود من وين الجيش؟ الاستنفار ما قدر الحاجه المطلوبه اي زود الصيد غايه في اخر كلام اي زود قادر واللي عنده بيقدر يشتري يشتري كده والناس يقفوا مع الجيش لما نيجي الجيش داخل المنطقه كل القرى القريه تقف معاه يوروه ذاته الدولبه من دعامه وين والناس المدعمين معاه وين والرساله المدعمين نبهنا ليها اخونا دكتور بارك اسماعيل بني قريظه لما قدوا الصندوق وباعوا خانوا المسلمين في النهايه قريش رجعت وفي النهايه الرسول صلى الله عليه وسلم جه صالح قريش واطلق قال لهم انتم الطلقاء لكن المدعمين بني قريظه ربنا نزل فيهم الحكم طلعوا الكل ذكر بالغ الاطفال وشالوا المال ده الحكم المتعاون ما انت قاعد معي في المدينه انا كمان انت قديت انا لا مظبوط هسه اي غرة في الجزيره كلها سقطت لانه في مدعونين في اي قريه وكان ده انا من قلته اول دخول الجزيره الناس زعلوا دي الحقيقه اللي بها الناس المدعاون ده ربنا عقوبته اشد من ده شوف قريش رجعت في النهايه في الاحزاب ما 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 انتصرت وفي النهايه الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعفاهم مكه قالوا زاد ما تطعن صابوا فانتم الطلقاء اما بني قريظه في نفسها في حرتها قال لا وضعت السمات فان الملائكه لم تضع اسلحتها مشى عليهم حكم فيهم سعد بن معاذ اختاروا حكم عليهم بحكم الله فوق سبع سماوات ده الدين كده ده الدين يا جماعه حار الايمان ده ما بتقول انا مسلم ساي وربنا يقبل منك حسب الناس اللي يتركون يقولوا عملنا وهم لا يفتنون لا بيحقق ايمانك يعني كده ما كان الله بيدر المؤمنين على انتم عليه حتى ميزه خبيثه من الطيب فالجيش موجود الحاضنه تتغير كل اهل في الجزيره كانوا متعاونين يتعاونوا مع الجيش اي زول قادر على يمشي يبلغ اخر محل في الجيش يمشي بكراعه بحمار بتاع يقولون انا بشيل معاكم سلاح وهذا المسلمين يجي معاهم من هناك مش تقعد تحشو يجيك اصلا كيف انا ما عندي ذاته طريقه هسه اصلا بقيف معاك هاي بالطياره بكده لكن في النهايه لازم اجيك بالواطن الناس تكتر مع بعض الناس تتوحد الناس تنفي عنا الخبث والمتعاونين تتخلص من المتعاون ده بيورون المدرسه فيها شنو والما الدعوه زول تبدو بيه كان بقى اخوك شقيق ابوك تعمل ليش انت ما هو حيكون سبب ما هو دائما السبب الاذى يعني انت تعمل شنو يعني الناس دارت يا تخرجون اطردوه من محلكم ده حيمشي هناك حيقول والله الناس دايس بالحته الفلانيه والبلاد الفلانيه وكده ويجي معاهم هسه الضربه الاخيره دي لازرق وهنا زول ودى المشهد ده مو قاعد في دي الكاملين هون ورا الناس خلاص ما انت ما دي الحقيقه لازم نواجهها بني قريظه دي الناس لازم يتولوا امرهم ما في كلام ولهم واروا الله من انفسكم خيرا وقوه اتحدوا اقروا القران افهموا هذه الحرب كتبت عليكم ربنا جاب لك في بيتك في بيتك كونك تمرق وتهاجر ترتب حالك تجي وقاتلوا الذين هاجروا اخرجوا من ديارهم ووذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا رجعوا قاتلوا ما قعدوا سنه غير كده ربنا بيلحقك الزله وبيلحقك الهوان وبيلحقك الموت في اي حته الله قادر وتكون سقطت قدامه الزال يعمل المستطيع عليه الجهاد ده اي شيء ما بس الرصيد والمال وكده بالنفس برضه هنا والنفس والمال معا اموالهم وانفسهم اصلا ما في مره قال اموالهم او انفسهم السلام عليكم هلا مساء الخير الشعب السوداني الناس ان شاء الله ربنا يحفظ الشعب السوداني اينما تكونوا وخلينا ابلكم رسل رساله لكل اسره سودانيه فقدت فرد من افراد العائله نقول ربنا يرحم شهداءكم ربنا يرحم شهدانا وشفاء اجل الجرحى والمصابين وعوده حميده للمفقودين يا رب العالمين طالما وصلت هنا فضل الله يدك الشير يدك اللايك وسر الفيديو بالعلبه المجموعه عندك ربنا يكون مع كل اهالينا الان اللي هم تحت محاصره بليشيا قبله
سواء كانوا في طنبوس، سواء كانوا في الجزيرة، أو سواء كانوا في المناجم، حتى إذا كانوا في دافور، إن شاء الله ربنا يحفظكم ربنا، يفيد حصركم يا ربنا. فمجموعة كبيرة جدا الآن من الشعب السوداني محصورين تحت سيطرة الميليشيا والجبر، والناس راضين لهم يعني. فصراحة الشعب السوداني كله في حالة بتأثيرة كبير جدا، لأنه واثقين أو مؤمنين تماما الميليشيا اللي قبله ما حريص على الشعب السوداني، وهدفه الأول والأخير هو دار يدمر السودان، دار يدمر كل امتلاكات الشعب السوداني. ولكن الجيش السوداني والشعب السوداني واقف على قلب الوساخ وقادرين على دهر التمرد إن شاء الله. أيضا رسالة لكل قوات البواسل المتواجدين على مستوى الدندر، أو موجودين على مستوى السوكي، أو حتى قواتنا المشتركة الموجودين على مستوى الفاشر ومحور خرب دارفور. فالناس تحاول تراعي للمواطن، لأنه صراحة الشريحة بتاع المواطن هو واحد من أقل الشرائح لما السودان للإرهاب من قبل ميليشيا دار الدبر، وهو فرنسا سهلة جدا للميليشيا. لكن الآن كل الشعب السوداني وكل الجيش السوداني والقوى المشتركة بيقوا دفاعا عن الإنسان السوداني البسيط وتوفير أمني ومأوى لهم يعني. فإحنا عارفين بأن مجموعة كبيرة جدا من الشعب السوداني الآن هم نازحين ولاجئين في دول الجزر أو حتى نازحين داخل السودان. فإحنا نحاول توفر اهتمام كبير، رسالة لكل القيادات بتاع قوات المسلحة وقيادات المشتركة، فالناس تحاول توفر اهتمام كبير جدا للمواطنين، صراحة بيحتاجوا للموضوع ده. وإن شاء الله ربنا ينصرنا وينصر قواتنا المسلحة، ربنا ينصر قواتنا المشتركة، ربنا ينصر الشعب السوداني. وشفنا معاناة بتاع الناس اللي نزحوا من طنبول ووصلوا إلى قدارف، نقول لهم الحمد لله على السلامة. والناس اللي لسه ما مرقت من طنبول أو ما مرقت من الجزيرة وناويين بإن يمرقوا، نقول لهم ربنا يسهل عليكم الطريق، ربنا يحفظكم، ربنا يوفر لكم كل الحماية علشان تقدروا تنقذوا أرواحكم وتكونوا في مكان آمن إن شاء الله. وكل الشعب السوداني متضامن مع أهل الجزيرة، متضامن مع أهل دارفور، متضامنين مع كل إنسان سوداني يتحد من خلال الميليشيا تالي دبل. وقريبا هننزل هذه الميليشيا من السودان وسوداننا تكون آمن مستقرة بإذن الله. فإذا وصلت لحد هنا فبالله أيضا يبدأ على الشير لايك وصل الفيديو لأكبر مجموعة ممكن، وإن شاء الله السودان خير من الجنجر. صراحة أنا قاعد في محل شوية كده إزعاج، لكن لازم بإنه نرسل رسالتنا للشعب السوداني ونعلم وقفتنا مع الشعب السوداني، لأنه صراحة بيحتاج مننا الوقوف حول القضايا السودانية. فعلى هذا الأساس فقلت لازم أسجل فيديو. فإن شاء الله ربنا يحفظنا ويحفظ قواتنا المسلحة ويحفظ كل الشعب السوداني، منصورين بإذن الله. فهذه المعركة دمتم، ودام السودان نبات بخير محباتي لكم.